العلم زين يا مايا ويستفيد الإنسان، هذا شيء من وراء منفعة وتكسب أنت الأجر. عمرو بنت خليفة بالنسبة لنا إحنا تاريخ، أصل، عطاء، قيمة، إنسانة مختلفة. كواحد محب للزراعة، يوم أسمع آمنة القمزي يعني أفكر بمحاربة في الزراعة. هذه هوايتي. زين، من يوم حكم شخبوط زرعت كم من حب من البطيخ وشليته وديته حق شخبوط. اليوم الأولي، اليوم الثاني، اليوم الثالث، قال عيال ما دام أن هي جربت وصار هذا الشيء بلادنا فيها الخير. الناس ما كان عنده شيء، لكن كان عندهم قناعة وعندهم صبر وعندهم عطاء وعندهم حب وطن. شوفي هذا الطمار مو بجبلي، هذا عندي العنب ومايه الأبيض وعندي العنب الأسود وعندي التين، خير ما شاء الله وبركة، هذا كله ينزرع يا مايا. ما قلت أنا تري لين يستوي شتاء، لا، سوى بيوت المحماية حق أيام القيض وأيام الشتاء الحمد لله بالساحات. واجتهاد الإنسان يوم يجتهد بيستوي كل شيء. اليوم حتى الزراعة عندها زراعة حضوية مو بزراعة عادية، جابت زرع من دول العالم وزرعتها في دولة الإمارات وأنتجت منها، كسرت كل قواعد الزراعة في الإمارات. أقول لي عنده بقعة في بيته، لو مكان صغير زرعوا حتى الزراع وشوف الشيء الخير وايد يفرح مسكي، هاي يستانس بزراعته. عطتنا الطاقة أني أنا كمزارع ولا غيري كمزارعين أن نقدر نزرع في دولة الإمارات. هالمرأة يجب أن تعرف، يجب أن نأخذها قدوة للأجيال القادمة، تصنع، ما تنتظر حد يصنع لها شيء، هي اللي تصنع فتستحق. لا والله وايدين حقهم يتعلمون يزرعون، اللي عطيتهم الخبرة ويدعوا لي، وايدين يزرعوا في بيوتهم. أحب الزراعة وايد يا أبوي، أحب الزراعة، لمني حية أزرع.